السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. او كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم